ابونا مجدي مساء الخير مره ثانيه. يعني سمعت الحلقه اول شيء كيف بتقنع مدمن انه يوقف، خاصه انه مركز سعاده السماء عنده عمل جبار بهالاطار؟ اول شيء من منكم بلا خطيئه فليرجمها بحجر. بدي اقول لها لسالي ما تخافي من الوصمه، انت بنتي وبنته للاب، بنت هالملك السماوي يلي بحبك كثير، ما تخافي ابدا من الوصمه. كلنا مدمنين، مني وجر كل واحد منا مدمن على شيء، كل واحد منا مدمن على شيء. واكبر مدمنين اليوم ببلدنا هن السياسيين والمسؤولين يلي تركين هالافه تمشي باولادنا وشبيبتنا. لا عم بحكي من وجع امات يوميه بتصلوا على تليفوننا بتسلموا، انا مستعد سلموا لوزاره الداخليه او وزاره الشؤون الاجتماعيه او وزاره العدل او وزاره الزراعه او التربيه، بسلموا تليفوني يسمعوا كم ام بتصل باليوم بدقيقه، كم في ام عم بتقول لي موجوعه ابني رح يروح اوفر دوز، شو بدكم تعملوا لابني او بنتي بين 11 سنه و35 سنه؟ هالاشخاص عم تفوت الاعمار، بتمنى يكون يسمعونا. عم تحكي ابونا عن ام، برجع لك هدى، ابنك بكره صبح بتوجه لعند بروفيسور بستاني؟ نعم اكيد، نعم اكيد اكيد اكيد. وخلي لنا اياك استاذ مالك على البرنامج اللي خلى يوصل صوتنا. شكرا، نتشكر بروفيسور بستاني على هالشيء. ابونا هون يعني ايضا بدنا نحكي عن العلاج اللي بيصير بمركز سعاده السماء، حضرتكم يعني كيف تتبعوا، كيف تقنعوا المدمن وكيف بتم العلاج معه؟ نحن عندنا عده طرق، اول شيء اذا اجى على مكتب الاستقبال، واللي نحن اخر شيء بنستعمل مكتب الاستقبال لان هدفنا نلحق الخروف الضال، يعني كل الجمعيات وكل المراكز التأهيل بيروحوا لعنده على مركز استقبال بس ما بيروحوا ورا الخروف الضال، يعني يسعى بدق لي ام الساعه 1 بالليل، انا بروح لعنده 1 بالليل انا واشخاص مخلصين من المخدرات من المركز لحتى يقنعوا، لانه بيفهموا علاقته، لانه اول ما اشوف هالبدله بيخاف مني، بحياته ما بيقرب على رجل دين لانه بيعتبر انه رجل دين اول شخص بدل علي. فاول شخص بيقول له بعاد ما تجي على الجماعه، بنخاف منه انه يخربط الجماعه ويأذي حدا من الجماعه، فكل ما هيك بنروح لعنده ان شاء الله وحده بالليل او تنتين بالليل وبنحاول نقنعه وبنحاول نطلعه معنا بزيت الليله. وبعتقد اليوم مين رح يطلع معنا بزيت الليله؟ بزيت الليله اليوم رح نطلع بشير اذا الله راد، دغري من هون. مش بس بشير، انا سمعت لمنى، مش بس لمنى، لكل ام. انا مستعد، انا ما عندي لا امكانيات ماديه ولا شيء بس انا بتكل على الله، ولانه العلاج من خلال الله بيسهل كل شيء. انا مستعد لكل امات وما عندنا مطارح، ورحت وبطلب من الكاميرا الاحمر والخط العريض تطلع تصور هلا وين راح ينام بشير، ما في اماكن عندنا ابدا مليان، في عندنا ست اشخاص عم ينام على الارض. انا مستعد طلع كل الناس المدمنين وتحدى الدوله اللبنانيه، وتحدى الدولة اللبنانية قدامك. كل مشروع بتقول بدي اعمل موازنة، تسأل عن موازنة، بس إذا ابنه لهالوزير أو ابنه هالسياسة أو ابنه هالنائب المسؤول عن الكتلة، بيسأل إذا أمه مرته اتصلت قلت له ابني مريض، بيروح بيسأل عن موازنة أو بيروح بجيب له مستشفى وبحجز له أحلى مستشفى. فكنا هيك حول أولادنا، أولاد وطننا، نحن مسؤولين عنه. بدنا لكل مسؤول بهالبلد إذا عم بيسمعنا يتفضل يكون جريء ويحكيني، يتفضل يكون جريء. عم بقول لك كل المؤسسات عندنا تختين فقط لوزارة الصحة للمدمنين الفقراء، فقط تختين. أنا الأكثر شمال الأكثر جنوب بس تختين بوزارة الصحة، هي بجوز مريض بقى الفقير شو بيعمل فيه دكتور؟ وين بفوت بيتعالج؟ تفضل بروفيسور. بتعرف إنه لبنان البلد الوحيد بالعالم كله يلي الدولة مش هي بتاخذ على عتاق المدمنين؟ كل بلاد العالم الدولة بتاخذ على عتاق المدمنين إلا بلبنان. ولا حدا بده يسمع ولا حدا بده يشوف. يعني اليوم معالي وزير الداخلية حكيناه خلال البريك رح يتابع الملفات كلها ورح يصير في عنده، مش وحده مسؤول، مش وحده وزير الداخليه، مش مسؤول عن وزاره الصحه ولا عن وزاره الشؤون الاجتماعيه ولا وزاره الزراعه والتربيه. انا عم بحكي عن شيء وزير الداخليه صار في اتصال بيني وبينه مالك قبل بشهر من اليوم العالمي لفتح المخدرات، كل وسائل الاعلام وكل الوزارات بلشت تهتم تعمل محاضرات ومؤتمرات واسئله بجاتو وبنقول نسبه تعاطي المخدرات نزلت عمر 10 سنين، شو عملنا؟ شو عم نعمل؟ دائما بنقول بحدوا لي حجه الموازنه، ما في عندنا موازنه، عم بقول لك لو مرته بدها تشتري فستان ما بتروح بجيب لي اياه؟ احنا ما بدنا نعمم ابونا، بدي اقول ما بدنا نعمم، يعني انا في وجع بلبنان، في وجع، في وجع. اليوم كانت صرخه في وجع، عم بقول لك في وجع، بتمنى انه نشوف هالوجع اليوم تختين بس. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناه مالك مكتبي الرسميه، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعه على القناه، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.